خلال الثمانينيات شهدت مراكز التسوق نحو نصف مبيعات تجارة التجزئة في الولايات المتحدة، لكن جائحة كورونا ونمو التسوق الإلكتروني غير المعادلة. 25% من مراكز التسوق هنا معرضة للإغلاق خلال السنوات الخمس المقبلة بحسب التوقعات. جائحة كورونا سرعت عملية الهجرة إلى التسوق الرقمي بشكل كبير بسبب سهولة الشراء ورفض الناس مغادرة منازلهم، والحل يكمن في إيجاد طريقة لجذب الزبائن. يعود الفضل في إنشاء مجمعات التسوق إلى المعماري النمساوي فيكتور جروين، الذي وجد فيها حلا صحيا في ظل توسع المدن الأمريكية بسبب انتشار الطرق السريعة. إنشاء مبان هائلة مغلقة للتسوق والعمل والترفيه مشيا على الأقدام كان الرد على التهديد الذي تشكله السيارات على الصحة العامة. لكن المطورين العقاريين سرعان ما غيروا الفكرة الأصلية واستثمروا في جزء واحد منها المتمثل في محلات التجزئة المتخصصة بالأزياء. لكن بعض العاملين في هذا المجال يعتقدون أن العودة إلى الفكرة الأصلية لجروين قد تساهم في إحياء هذه المباني الكبيرة. ما يحدث ليس اختفاء هذه المراكز، بل تطويرها لتخدم أغراضا عدة ولتقديم تجارب مختلفة مثل النوادي الصحية. إنقاذها سيعتمد على مواقعها وحاجة المجتمع الذي توجد فيه. العاملون في التسويق العقاري يعتقدون أن قطاع الرعاية الصحية سيكون الأكثر استفادة من عملية إعادة توزيع المساحات في مراكز التسوق. إعادة إحياء مراكز التسوق مهمة هائلة بالنظر إلى حجم الأموال التي تتطلبها مثل هذه الخطوة، لكن وقوع هذه المباني في مناطق مكتظة بالسكان وإنهاء هيمنة محلات تجارة التجزئة قد تكون من بين نقاط القوة لنيل الدعم اللازم لبقائها مستقبلا. زيد بنيامين، العربي، سان فرانسيسكو.